السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم. معكم الاستاذ عمار السعود في حلقه جديده ان شاء الله. اليوم راح نحل اسئله عامه على الشابتر السابع Energy and Work. السؤال الاول، اذا افترضنا عندي جسم اثرنا عليه بفورس مقدارها 35 نيوتن بزاويه 25 درجة، فتحرك إزاحة مقدارها 50 متر. Find the work. الآن إحنا نعرف إن ال work يساوي F في دال ال R. إذا ننتبه إنه ال force بزاوية، فلازم أعمل له تحليل متجهات، فتطلع معي F cosine الثيتا دوت R. فلما نيجي نعوض F اللي هي 35 في كوساين 25 ضرب 50 تطلع معانا 1.59 ضرب 10 قوة 3 جول. إذا الفكرة فقط إني حللت الفورس وعوضت على قانون الورك. هيك بنكون أنهينا السؤال الأول. Question 2. The work done by spring 400 joule to move block 10 cm, what is the spring constant? بحكي لك عندك زنبرك مربوط في كتلة معينة، هذه الكتلة بذلت شغل مقداره أو القوة المؤثرة على هذه الكتلة اللي هي الوزن، خلت الزنبرك يتمدد من مسافة مقدارها 10 سنتيمتر، فبذل شغل مقداره 400 جول. احسب ثابت هذا الزنبرك، احنا نعرف ان الورك يساوي نص كي اكس تربيع. الان الورك 400 تساوي نص في كي في 10 ضرب 10 سالب 2 تربيع. فالان بصير معانا 800 مقسومة على 1 ضرب 10 سالب 4. عفوا سالب 2. فبيطلع معانا يساوي كي منه كي يساوي 8 ضرب 10 قوة 4 نيوتن على متر. الآن اللي سويناه 10 تربيع اللي هي 100، 10 سالب 2 تربيع اللي هي سالب 4، 100 ضرب 10 سالب 4 خسرنا صفرين مع سالب 4 صفى معي سالب 2، فكتبناها 1 ضرب 10 سالب 2 تطلع معي السبرينج كونستانت 8 ضرب 10 قوة 4 نيوتن على متر. هيك بنكون انهينا المثال الثاني. كويستشن 3. 3. كتلة وزنها أو عفوا كتلة. كويستشن 3. جسم كتلته 15 كيلوغرام. هاز كاينتك انرجي 500 جول، بيمتلك طاقة حركية مقدارها 500 جول، وات از ذا فيلوسيتي؟ شو السرعة اللي بيتحرك فيها هذا الجسم؟ احنا نعرف انه الكاينتك انرجي تساوي النص ام في تربيع، فلما نيجي نعوض 500 تساوي نص ضرب 15 في في تربيع، فبتطلع معانا 500 مقسومة على 7.5 بيطلع معانا V تربيع. من هذا الكلام V تساوي 8.16 متر لكل ثانية. إذا معي الكاينتك انرجي ومعي الماس بدي أوجد السرعة، فبتطلع معانا 8.16 متر لكل سكند. هيك بنكون انهينا المثال الثالث. الكويستشن 4. في هذا السؤال معانا رسمة ما بين القوة بوحدة النيوتن وما بين الإزاحة بوحدة المتر. بحكي لي find the work ما بين 0 و 5. الإزاحة ما بين 0 و 5. في مثل هذه الأسئلة لازم تتذكر أن الورك يساوي المساحة تحت المنحنى area under the curve، فبالتالي أنا معاي من 0 ل 5 بدي هاي
الورك تحت هاي المنطقة، فالورك راح يساوي مساحة المثلث هذا نص ضرب خمسة ضرب ثلاث، فبطلع معي نص في خمسة في ثلاث سبعة ونص جول. إذا فقط فكرة هذا السؤال إنك تعرف إنه الورك هو المساحة تحت المنحى. طيب لو أخذنا الورك من خمسة إلى عشرة بنفس الطريقة نص ضرب من خمسة إلى عشرة، الفترة خمسة ضرب الفرق بيناتهم الارتفاع ثلاث، كمان راح يطلع معنا سبعة ونص جول. ولو أخذنا من عشرة إلى خمستاعش كمان راح يطلع معنا سبعة ونص. طب لو طلبني التوتال من صفر إلى خمستاعش، فأنا بجزئ هذا الشكل إلى ثلاث أجزاء. عفوا خلينا نرجع هان شوي. الورد من خمسة إلى عشرة هذا الشكل معانا مستطيل وليس مثلث، فبالتالي الورك بده يساوي المساحة اللي هو الطول ضرب العرض ثلاث ضرب خمسة، فبيطلع معي 15 جول في هذه المرحلة 15 جول. ليش؟ لأنه الشكل اللي معانا هان هو مستطيل الطول في العرض. أما الورك في الجزء الثالث من 10 إلى 15 اللي هو نص ضرب خمسة ضرب ثلاث. ليش؟ من 10 إلى 15 خمسة، والارتفاع اللي هو ثلاث نص في القاعدة الارتفاع، فبتطلع معنا سبعة ونص. فالورك التوتال بيطلع معنا سبعة ونص زائد 15 زائد سبعة ونص، فبيطلع معنا 30 جول. هذا الورك من صفر لخمستاعش. هيك بنكون انهينا السؤال الرابع. question خمسة، معاي ماس كتلتها 2 كيلوغرام، initial velocity 4 i had minus 3 j had، لما كان التايم يساوي 0 يعني at يعني في البداية الحركة. ال b final كانت 2 i had plus 3 j had لما كان الزمن معنا 2 second. find the work. الآن أنا بعرف إن الورك يساوي دلتا كاينتيك إنرجي، يعني كاينتيك إنرجي فاينل ماينس الكاينتيك إنرجي إنيشال. إحنا نعرف إن هذه بتساوي نص أم في فاينل تربيع ماينس في إنيشال تربيع. اللي سويناه أخذنا النص والأم عام المشترك، وصفت معي هان أم في في فاينل تربيع ماينس في إنيشال تربيع. لكن ما بقدر احلها بهذه الطريقه، لازم اخذ الماجنتيود للفيلوسيتي. فبالتالي الفي انيشال بدها تساوي تحت الجذر 4 تربيع زائد 3 تربيع اللي هي 16 زائد 9 بتطلع معي 25 تحت الجذر اللي هي 5. وبالمثل نقدر ناخذ الفي فاينل بدها تساوي 2 تربيع اللي هي 4 بلس 9 تحت الجذر، بتطلع معنا جذر 13. نيجي بنعوض نص في الماس 2 في فاينل تربيع اللي هي 13 لما نربحها بتغير الجذر ماينس 5 تربيع اللي هي 25، 2 مع النص بتروح بتطلع معنا سالب 12 جول. لاحظ انه الجواب طلع معي بالسالب. نعم هذا الكلام ممكن لأن الورك كمية قياسية، فبالتالي ممكن يطلع معي الجواب بالسالب. هيك بنكون انهينا هذا السؤال. question 6 force acting on object move along x axis fx 14x minus 3x تربيع. Question 6.
force acting on object move long x axis fx is 14x minus 3x تربيع. Find the work done by this force on object from x يساوي minus 1 to x يساوي 2 متر. الآن عندي جسم بتحرك على محور ال x axis بتأثر بقوة مقدارها 14x minus 3x تربيع. Find the work done by this object from x يساوي 1 متر. ال x من واحد من سالب واحد متر إلى x يساوي 2 متر. الآن في مثل هذه الأسئلة لما يجيني الفورس على شكل function بدلالة x أو y نأخذ الورك يساوي تكامل من x initial ل x final في الفورس في دال الأكس. فبالتالي بتصير معنا الفورس بنعوض الفانكشن تكامل ال x initial من سالب واحد إلى اثنين الأف اللي معانا اللي هي 14x تربيع x minus 3x تربيع دال الأكس. فلما نيجي نكامل تطلع معانا 14x تربيع بتصير معنا 7x تربيع 14x عفوا بتصير معنا 7x تربيع أو إذا بتحب نبسطها أكثر 14 على 2 اللي هي قديش 7 ماينس x تربيع راح تصير معنا x تكعيب مقسومة على 3 فبتروح هذه الثلاث يعني 3 على 3 بتروح. فبنيجي نعوض من سالب 1 ل 2 7 في 4 بتصير معنا كالتالي 7 ضرب 4 ماينس 8 ماينس 7 ماينس 1 إذا ماينس 7 نفتح قوس 7 نعوض سالب 1 هان بتصير 1 مضروب في 7 7 ناقص هي إشارة الناقص ناقص 1 تكعيب تعطيني ناقص 1. فبالتالي 28 ناقص 8 اللي هي 20 ماينس 7 ناقص ناقص 1 اللي هي 8 فبتطلع معانا 12 جول. إذا الجواب بيطلع معانا 12 جول هيك بنكون أنهينا هذا السؤال. هيك بنكون أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معانا. لا تنسوا تشتركوا معانا على قناتنا على اليوتيوب محبي الفيزياء ولكم مني كل الحب والاحترام.